في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى محافظة يوشيان، أدخل عالما يعج بالموسيقى الصاخبة والأزياء الأنيقة والألعاب النارية. إنه مكان مليء بالإثارة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. So just under 300 kilometers from Beijing is Yusen County. And I've come here not just to climb these walls, but this is the best place to be for Spring Festival. And over the celebratory period, people come from all across China for the festivities over Chinese New Year, but also for the countless intangible cultural heritages here and the ancient fortresses that dot the region. But you'll see more of that later. يوشيان هي جزء من مدينة جانجياكو، تقع في غربي بكين على بعد 4 ساعات بالسيارة. ومع أن موقعها مناسب لنزهة يومية تنطلق من العاصمة، يفضل الزوار البقاء لعدة أيام للتمتع بمعالمها. والأهم أن يوشيان واحدة من الأماكن القليلة القريبة من بكين التي ما زالت تحافظ على تقاليدها المحلية، ويتجلى ذلك بشكل أوضح خلال احتفالات العام الصيني الجديد. فلكل يوم من أي عطلة العيد عاداته الخاصة، وقد جئت إلى يوشيان للمشاركة في الاحتفالات التي ستتوج بمهرجان الفوانيس. That's what I call a New Year's parade. Look at all the kids dressed up in their New Year vests and strange. I don't know if that's a guy or a girl. Let me go find out. Hey, 你好，这个怎么称呼你？你还可以寻我啊。你今天是演什么角色呀？原来觉得这个老帽子，现在应该叫妹夫。我看您打扮好像。 这个特殊是吧？有点，这是什么情况呀？那个海面，我自己做的。这个都是自己做的，都是。这个是您自己做的？哎，对，看这个小草帽是做的。哦，看我这个鞋，都是自己做的。那您今天是主角了吧？我可以说是年年都是主角。咱们社火有什么讲究？这个社火是这年代太多了，年年都是几百年了吧，他们过来的。这个社火具体我也说不清楚，就是年年就是这个人们。 他老到了一年了，您到这个正月了，就大过热闹，太开心了。哦，明白明白，好，谢谢。I couldn't like listen to him because his long eyelashes kept fluttering at me, and he was like, "Come hither, come hither, I gotta go away." نادراً ما تجد اليوم مهرجاناً تقليدياً كهذا المهرجان من حيث الحجم أو الحضور الجماهيري. ولكن هنا في يوشيان يمكن القول بأن الكثير من المحليين قد انتظروا سنة كاملة من أجل هذه اللحظة. Festival has officially begun. All of the performers, all of the floats have all congregated on this one big street. They're going to perform in a big loop around the town center, and it just looks like everybody has turned up for the show. يعتقد أن أصل هذا المهرجان يعود إلى طقوس دينية تتعلق بعبادة الأرض والنار، وسبب ذلك راجع إلى الثقافة الزراعية المتأصلة في الصين. وهنا في يوشيان لا يزال الكثير من المزارعين يعملون في الأرض، وينظرون إلى المهرجان كصلاة للحصول على حصاد وفير. كذلك لا يمكن الاستغناء عن النار في أعمال التدفئة والطبخ. The celebrities of Chinese fairy tales come out today. Come on, come on. It's
ونظرا لأهمية المهرجان فقد استمر لثلاثة أيام كاملة ابتداء من اليوم قبل الأخير من عطلة عيد الربيع. جاء إلى يوشيان الكثير من القرويين للمشاركة في المسابقات الودية، إذ يحضرون عرباتهم للمشاركة في الاستعراض مع الفنانين. وبهذه الطريقة يقدمون لآلهة الأرض والنار أفضل القرابين لجلب الحظ في السنة الجديدة. لا تقتصر النشاطات الاحتفالية على وسط المدينة، ففي القرية المجاورة باي خوبو يحتشد المحليون في الساحة للاحتفال بمهرجان شيخو. ومن أبرز عروضهم رقصة تنين النار، حيث يجوب المحليون الشوارع رقصا في الليل برفقة تنين يضاء بداخله الشموع مع موكب مبهرج وصاخب. مع أن رقصة التنين ليست بنفس جاذبية الرقصات الأخرى، ينهمك فيها الجميع تماما. أخيرا يتسلق التنين البرج أعلى نقطة في القرية، وهو ما يشير إلى الرغبة في الوصول إلى أعلى مكانة والحصول على أوفر الحظوظ. لاحقا أتذوق أطباق المعكرونة المحلية الشهية، وأواصل الاستمتاع بالأنشطة الاحتفالية خاصة عروض الألعاب النارية الرائعة. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى محافظة يوشيان، أدخل عالما يعج بالموسيقى الصاخبة والأزياء الأنيقة والألعاب النارية. إنه مكان مليء بالإثارة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة. وخلال مهرجان الفوانيس تندلع الاحتفالات في جميع أنحاء يوشيان. أما الليلة فسنشاهد احتفالا خاصا في بلدة وانشون، إنه عرض الألعاب النارية باستعمال مصفور الحديد. لكن أولا لنستمتع بالأشياء التالية. رغم أن جميع القرى تقدم عروضها، إلا أن هذه العروض لا تتشابه فيما بينها. What can I say? No idea what they're singing about, but man, just watching everyone turn up to this spectacle just feels like this is what Spring Festival is supposed to be. مع الطعام تزداد أجواء الاحتفالات بهجة. إضافة إلى الأطعمة التقليدية يمكنك هنا أن تتناول أشهى الأطباق المحلية.
look at this too. It is absolutely packed. Let's go check out the local wares. What do they have there? Okay, it's just a bunch of skewered stuff. What is this? Oh, okay, so lots and lots of noodle dishes we have. Okay. More skewers. Evidently, there are a lot of hungry people. Hey. 粉团什么做的？豌豆。豌豆怎么吃啊？这个？姜汁就能吃。是什么味儿的呀？甜甜的，酸酸的。行，我来一个试试。Interesting。OK。啊，你们不是也不是当地人吧？从哪过来的？哇，专门过来来过那个15是吧？哇，听着挺有名。是吧？你们是过来看这个今天晚上的？ 打树花还是？对，就等下面。好，那一会儿就见了。好嘞。It's good. It's good. It's a bit slippery, quite cold. 你前面那碗面。I think the main secret is in the sauce, as always. Not even that spicy. It just gives a good kick. عادة ما تصنع الأطباق المحلية من 5 حبوب رئيسية في الصين تبين أهمية الزراعة في تاريخ يوشيان. Hey, 你好。 这是什么面呢？啊？哦，那来一碗吧。啊，咱这叫什么呀？这个就叫荞麦饸饹。饸饹？饸饹什么意思啊？压出来就是饸饹。啊，压出来的是面条，这个是咱们家的就是饸饹。啊，你都现做哈？它是 very peculiar taste. It's it tastes a little bit soapy, but I'm sure that's due to the kind of grain they use. But I think it might be a little bit better if I add some vinegar, like how you're supposed to eat this dish, and mix it in with the onions and the vinegar. The soup. That is much better. A lot of bite. Cool down my throat. Definitely would like to have this for breakfast. No, that's not for now. That bear out. Good? I'll see. This bear, don't move. I'm going to eat it again. Oh, okay. Oh, this is going to be a bear, right? Yes. Oh, this is going to be a bear. There we go. We usually eat this when? 早上、晚上。早晨和晚上。对。哦。您早上吃饸饹吗？对。从小就吃的饸饹。对对。哈哈哈。这一产出就在。哦。بعد الانتهاء من الطعام، حان وقت الذهاب إلى بلدة نوانشوان، وجهتنا الرئيسية. ستقام عدة نشاطات الليلة، ومما لا شك فيه أن الجميع هنا يتطلعون لعرض الألعاب النارية، أيقونة هذه العروض. Oh,
see. Frozen from head to toe. It's like minus 10 degrees right now, but this is totally worth it. داب الفقراء من عامة الناس في قديم الزمان على استخدام مصهور الحديد في الاحتفالات، حيث كانوا يقومون برش المصهور على جدران المدينة بطريقة متقنة، ما يصنع أشكالا نارية جميلة. So lucky today, been given a special backstage pass to come and see what the fireworks look like right up close, just for you guys, and also partially myself. That is where the magic happens. Look at all that molten iron. They're going to carry bucketfuls of that up to the stage, and one brave gentleman going to use a ladle to throw it all the way up. وسبب ظهور ضا شوخوا في هذه المنطقة بالصين وفرة الفحم والحديد، ومن ثم كثرة أعداد الحدادين، لكن اللعب بمصهور الحديد الذي يشبه الحمم البركانية يحتاج إلى شجاعة كبيرة. Quite possibly the most spectacular thing I've ever seen in my life. A little bit of molten iron on my head. Apparently, the temperature for that goes up to 1600 degrees Celsius. <音>我看这一辈子看的最精彩的烟火，咱们这个打出花特别有名，是有多久的历史了呀？500多年。500多年的历史，最早是为什么开始做打出花？这个以前我们这个制作要不比较发达啊，这个干活的时候，这个铁锤碰着地上冻结成了铁，后来以后就想有钱人这个。 买了个烟花棒，以前的人就想着，就是各家各户，冻点铁，冻废铁，也是，我们那边，我们就开始打出花。我看那个，您打那个打出花，应该挺危险的，可是好像只穿的就是这个茅草帽，然后那个。 这个好像是羊毛哈，这有什么讲究吗？这个羊毛是沾火不着。啊，哎，它你看，这个不起明火。啊，哎，那这草帽呢？比较高火。啊，那个铁柱碰上了以后就脱落了。那您做打出花做多少年了呀？快30多年。30多年，那肯定受过很多伤吧？身上的伤是很多。 哦，我的天！这都是被烫的。我看您这衣服上也很多洞。都是烫的。那这么危险，为什么还继续做？刺激嘛，就刺激。您实在太厉害了。<笑> This is the bravest guy I've ever met. That is not something an average guy could do. لاحقاً نتعرف على أهمية الفوانيس ونقوم بالاستعدادات اللازمة قبل التوجه إلى مذبح إله النار تقديراً لمكانته. في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى محافظة يوشيان، أدخل عالماً يعج بالموسيقى الصاخبة والأزياء الأنيقة والألعاب النارية. إنه مكان مليء بالإثارة للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.
على بعد 8 كيلومترات من المدينة تقع قرية شان سوجوان، وستقام الليلة مراسم في غاية الأهمية. Wow, here we are. So this place is called Shang Sujuang, and it's one of the main locations for the festivities tonight. In fact, they're going to put on something really big called Bai Deng Shan, but as for now, they're just putting in the final touches. لدي بعض الوقت، وخلال هذه المدة سألتقي بالشخص المسؤول عن أهم الأشياء في هذه الليلة. So, this is where they're making the lanterns for the big celebrations. Hey, 大爷你好。你好。胡灯笼了哈。啊，我灯里的。你给什么胡灯笼啊？ 瓜石头哦，对对对对对，很重要的，很重要的。您这是用什么糊的呀？背面，酒糊。啊，怎么弄啊？往里头放了就是白面？啊，背面。啊，是叶。哦，还有。小时候不是天气冷，它不把它挂起来了。哦，就防冻嘛，等于。啊，破洞。 للفوانيس علاقة وثيقة بالتاريخ الصيني، فقبل 2000 عام كانت تستعمل بناء على طلب من الإمبراطور الذي أمر بإضاءة الفوانيس كنوع من التقدير لبوذا. وفي وقت لاحق تسابق الحرفيون في ابتكار أجمل فانوس، وبعد مئات السنين باتت الفوانيس من المستلزمات الضرورية أثناء المهرجانات، حيث يمكن للناس أن يتنقلوا وهم يحاولون حل الألغاز الملصقة على الفوانيس. واليوم أصبح ضوء الفانوس رمزاً لمستقبل جديد مشرق، كما يرمز شكله الكروي إلى التناغم وتلاحم العائلة. Right, so you know it's still quite bright outside, but rest assured, when it's dark outside, this will be really beautiful. 然后之后呢，咱们那个灯笼要升吧。啊，有什么讲究？ علينا الآن أن نرفع الفانوس. سيعلق في وسط ساحة القرية حيث تقام العروض. يمكنك القول بأنني أؤدي عملا في غاية الأهمية. 真的像升国旗是吧？啊，升国旗。那咱们升这个灯笼有什么讲究吗？啊，咱搞冲了就是它走流了。啊，普天同庆，吉祥如意。哇，真好。 What a lively procession. Actually, this is a very important ritual they carry out once every single year, where they elect this little boy here to be the lantern bearer, and they carry him through a procession all the way to the altar of the fire god, which is just around the corner, and all of the performers and the villagers will come here to offer their prayers to the fire god. وثمة شروط يجب أن تتوفر في الطفل الذي يحمل الفانوس، فيجب أن يكون من أسرة سعيدة وأن يكون والداه على قيد الحياة. ويقال إن باي دان شان كان أحد الطقوس التي تمارس لنيل بركة إله النار، كما هي حال المهرجانات الصينية التقليدية، والتي تتخذ من الصلاة وسيلة للحصول على حصاد وفير ومنع الكوارث الطبيعية.
This is very full on. Can't say I've ever seen a ritual like this. What they just did now was pray to the fire god. If you can read Chinese, in there it says Yang Yan Da Ji, and they were offering their prayers for an auspicious start to the new year, for good luck and prosperity. And that's the gist of it. مع أن الصلاة لتجنب الكوارث الطبيعية ليست من ضمن أولويات الاحتفال، فقد أصبح بايدنشان واحدا من أهم الاحتفالات في يوشيان خلال فترة مهرجان الفوانيس. I think I might be a little bit old to try that. Now that the ritual's over, all of the village kids are going to try and climb as far up that pole as possible, because it means the higher they go, the more successful they'll be in life. But honestly, what an incredible ritual. It feels like something we don't even see anymore in China, and yet, here we are. Fingers crossed for a prosperous and auspicious new year.